على ضفاف وادي حسان تقع واحدة من أهم المناطق الزراعية في دلتا أبيان. يا رامس، هذه المنطقة التي اشتهرت بخصوبة أراضيها وجودة محاصيلها الزراعية، وشكلت نسبة الأراضي الزراعية فيها حوالي 15% من أجمال المساحات الزراعية في المحافظة. نسبة كبيرة من أبناء هذه المنطقة يهتمون بالزراعة باعتبارها أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليها المواطن هنا. جميع أبناء المنطقة هم مزارعين، يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي. النشاط الاقتصادي يعتمد على الزراعة وعلى إيش تربية الحيوانات. الآن منذ 2010 تقريبا، أعتقد أن مكتب الزراعة والري في محافظة أبين خارج نطاق التغطية، أو أن العمل فيه متوقف. القلقل أو كما يعرف بالسمسم، وأيضا الحبحبة والشمام وأنواع أخرى من الحبوب، من أهم المحاصيل الموسمية التي تنتجها هذه الأراضي. وكان القطن طويل التيلة المحصول الأكثر حضورا بين المحاصيل الزراعية قبل أن تتوقف زراعته بشكل نهائي بسبب شحة الإمكانيات التي يعاني منها المزارعون، وعجزهم عن توفير احتياجاتهم حتى جني ثمار المحصول طيلة عام كامل. في العقود الأخيرة شهدت الزراعة في هذه المنطقة انهيارا كبيرا، وتراجع الانتاج في هذه الأراضي بشكل ملحوظ. أنا ناشد الجهات المختصة بالنظر إلى هذه المنطقة الزراعية التي أدت بها السيول إلى انعدام المحاصيل فيها، بشبه انعدام في هذه المناطق. كل ذلك جعل من منطقة يرامس منطقة مهجورة، بعد أن ضاق بجزء كبير من أبنائها الحال وغادروها إلى المدن بحثا عن حياة أخرى، بعد أن صارت الزراعة فيها لا تتناسب وأوضاعهم المادية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.